أهلا بيكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم أو التحكم الآلي. في حلقة النهاردة هنكمل Linear Mechanical System Transfer Function، والنهاردة هناخد 3 Equations of Motion، بمعنى 3 معادلات للحركة أو 3 إزاحات للميكانيكال سيستم. خلي بالك احنا مازلنا شغالين على Linear Mechanical System، وبجيب له Transfer Function بمعنى ان انا بعمله نمزجة أو Modeling. خدنا في الحلقات اللي قبل كده قواعد حل اي نظام ميكانيكي، هراجعها بسرعه. عدد الكتل الموجوده في النظام تحدد اقل عدد من الازاحات. عندنا كمان نقطه تاثير القوه دائما يوجد عندها ازاحه. عندنا الازاحه قبل الكتله تساوي الازاحه بعد الكتله تساوي ازاحه الكتله. عندنا الازاحه قبل السبرينج لا تساوي الازاحه بعده لانه قابل للانضغاط. وعندنا كمان الازاحه قبل الدمبر لا تساوي بعده لانه قابل للانضغاط. هنتكلم على 3 ايكويشن زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت طريقه الحل. النهاردة هناخد برضو طريقة حل 3 equation او التلات ازاحات. بروح اعمل تلات اسهم واكتب هنا x1 x2 x3، هيبقى عندي تلات معادلات بتلات ازاحات. بحط التلات متغيرات x1 x2 x3 في كل معادلة عندي من التلات معادلات. ابتدي في اول معادلة x1، في معادلة x1 يبقى القوس دايما يبقى بالموجة. اروح بعد كده x2 في معادلة x2 تبقى القوس هنا موجة. x3 في معادلة x3 يبقى القوس هيبقى هنا موجب، فدائما القطر هنا هيبقى الأقواس موجب. أي قوس بعد كده بيبقى بالسالب في أي مكان. أروح بعد كده أرجع تاني أسأل معادلة x1 في x1، يا ترى هكتب إيه بداخل القوس؟ هكتب مجموع الإمبيدنس اللي بتتأثر ب x1. أجي ناحية اليمين في نفس المعادلة أكتب كل القوة المؤثرة عندي عند x1. نرجع في معادلة x2، هروح نسأل على x2 في معادلة x2، هنكتب إيه جوه القوس هنا؟ هقول ان مجموع الامبيدنس كلها اللي بتتاثر باكس 2. هنكتب ناحيه اليمين هنا مجموع القوه اللي بتاثر عند اكس 2. هنروح معادله اكس 3 ونسال على اكس 3 في معادله اكس 3، جوه القوس هنا هنكتب مجموع الامبيدنس اللي هتتاثر باكس 3 وناحيه اليمين القوه اللي بتاثر عند اكس 3. نرجع تاني بعد ما احنا كوننا القطر والناحيه اليمين هنبتدي نكون باقي العناصر. اكس 2 في معادله اكس 1، خدت بالك ان هي اكس 2 في معادله اكس 1 يعني مش معادلتها الاصليه، فهنا بداخل القوس اكتب المشترك بين اكس 1 واكس 2 لانها اكس 2 وادي اكس 1. نيجي هنا في اكس 3 هنكتب المشترك بين اكس 1 واكس 3 لان دي اكس 3 في معادله اكس 1، فيبقى هنا مشترك بين اكس 1 واكس 3. ننزل تحت هنا اكس 1 في معادله اكس 2، يبقى هنا هكتب ايه؟ يبقى المشترك بين اكس 1 واكس 2. طب ابص فوق، ده انا جايبه فوق، يبقى اخد اللي فوق احطه هنا مباشره، مش محتاج ان انا ابص على الرسم تاني. نروح لاكس 3 في معادله اكس 2، يبقى هجيب هنا مشترك بين اكس 2 واكس 3، ده اول مره اجيبه. نروح بعد كده لمعادله اكس 3 هنا، هنجيب اكس 1 في معادله اكس 3، يبقى اللي احطه هنا المشترك بين اكس 1 واكس 3. لو بصيت فوق هلاقي انا جايبه فوق هنا، تلقى العنصر اللي هنا هو هنا. بعد كده اكس 2 في معادله اكس 3 يعني مشترك بين اكس 2 واكس 3، ده جبته فين؟ هتلقاه فوق هنا. يبقى باختصار هتروح عامل قطر كده الاول، العنصر اللي هنا هيبقى تماثلي مع هنا، يعني القيمه اللي هنا هي نفس القيمه هنا، القيمه اللي هنا هتبقى نفس القيمه تحت هنا، القيمه اللي هنا هتبقى هنا. اعمل قطر كده واعمل ميرور عندك مرايه، هتلقى اللي هنا هو هنا واللي هنا هو هنا واللي هنا هو هنا. دي المعادلات ببساطه تقدر تحلها بكرامر زي ما اتعلمنا قبل كده، تقدر تجيب اي ترانسفير فانكشن زي ما هو هيطلب. نروح لمثال صغير، هو في الترانسفير فانكشن عايز اكس 3 على اف. نبص على الرسم، على الرسم عندي كم كتله؟ تقريبا ممكن انت تقول كتله واحده، لا اتخدعت في الرسم. تعال نبص مع بعض هنا، هنلقى في الرسم عندي كتله اسمها ام 1 متثبته معاها سبرينج ودمبر. الدمبر ده متثبت في فريم، الفريم اللي بره ده فريم عندي، الفريم ده ليه وزن يبقى ام 2، ده برضه يعتبر كتله. هنلاحظ كمان ان الفريم عندي بيتحرك على سطح، فالفريم ده مع السطح بيعمل فريكشن عندي اسمه اف في 4، وقلنا ان دايما الفريكشن بين الفريم والسطح يتعامل معامله دمبر، عموما الفريكشن يتعامل معامله دمبر. وبعد كده لو رحنا هنا هنلقى على الكتله من ناحيه الشمال كده في تاثير قوه بيأثر في اتجاه ناحيه اليمين. لو لاحظنا على الرسم هنا هنلقى ثلاث ازاحات اكس 1 واكس 2 واكس 3، على الرغم ان هما كتلتين، والكلام ده زي ما قلنا ان اقل عدد، ان عدد الكتل بيحدد اقل عدد من الازاحات. عندي كتلتين يبقى اقل عدد من الازاحات هو 2، قد يكون 2 3 4 بناء على السيستم عندي. لما بصيت على السيستم لقيته حاطط 3 ازاحات. طب هل فعلا هما 3 ازاحات ولا ممكن يبقوا اكتر؟ قبل ما نجرب ونشوف الازاحات، اكس 1 دي ليها علاقه بانهي في الرسم، واكس 2 علاقتها بانهي كومبوننت في الرسم. دايما لما تلقى اكس 1 هنا
محطوطة فوق الكتلة، وشايف الخط الرأسي ده معناه انه داخل مثبت في الكتلة، يعني الكتلة دي هي اللي بتتحرك باكس واحد، لان الخط الرأسي هنا تلقى نازل في الكتلة. لو رحنا لاكس 2 هنلاقيها متثبت على الفريم بس، يبقى اكس 2 دي خاصة بالفريم، وهيلاقي هنا اكس 3 حاططها بين الدمبر والسبرينج. في نقطة مهمة تانية، ان الكتلة عندك بتتحرك داخل الفريم، يعني الفريم بيتحرك على السطح وفي فريكشن معاه، والكتله نفسها بتتحرك داخل الفريم، فتحرك الكتله داخل الفريم بيعمل احتكاك، يبقى السطح اللي من فوق هنا بيعمل احتكاك يعتبر دمبر، وسطح الكتله من تحت مع الفريم بيعمل احتكاك يبقى دمبر. خلي بالك ان الكتله دي ما فيش تواصل مباشر معاها مع السطح اللي بره، يعني الكتله اللي هنا ما فيش فريكشن مع السطح اللي بره، لا ده الكتله بتتحرك داخل الفريم، يبقى في فريكشن مع الفريم ده، في فريكشن من تحت هنا مع الفريم ده، اما الفريم هو اللي بيتحرك على السطح، فبالتالي فريكشن بين السطح والفريم. ممكن نمثلها بايه؟ لكنك انت واقف كده بداخل قطار، القطار بيتحرك على القضبان، يبقى ده السطح، بيبقى فيه احتكاك بين القطر نفسه والقضبان، وانت نفسك واقف او بتتحرك داخل القطار، فتحركك داخل القطار بيبقى فيه احتكاك بينك وبين القطار، لكن ما فيش احتكاك مباشر بينك وبين القضبان، يبقى انت داخل القطر بتتحرك والقطر نفسه بيتحرك على السطح. خلي بالك السرعة اللي بتتحرك بها الفريم غير السرعة اللي بتتحرك بها الكتلة دي، نتيجة وجود الدمبر والسبرينج، يعني القوة هنا بتأثر على الكتلة، السبرينج والدمبر بيعمل امتصاص للقوة، فبتروح قوة أقل للفريم فبيتحرك بسرعة أقل. ده تحليلي للرسم. تعال نشيل الإزاحات اللي هو حاططها ونبتدي نحل بطريقتنا، نعمل تشيك على شغل. أول حاجة عندي قوة ناحية الشمال، هنا قوة أقصى الشمال، اتجاهها ناحية اليمين، يبقى أي إزاحة تتفرد تبقى اتجاه اليمين، اتجاه القوة. عند نقطة تأثير القوة دائما يوجد إزاحة، هفرضها بإكس واحد. دائما قلنا إن الكتلة الإزاحة قبلها بتساوي بعدها، يبقى مباشرة هنا هتبقى بعد الكتلة إكس واحد، هيدينا نفس إزاحة الكتلة، يبقى أجي من منتصف الكتلة كده هنا وأعمل إزاحة إكس واحد. هنعدي السبرينج اللي هنا، لما أعدي السبرينج عندي هيبقى عندي إيه؟ هيبقى عندي إزاحة جديدة. انا هفرضها اكس 3 عشان تبقى متماثله مع الرموز اللي هو حاططها، ما يهمنيش الترتيب اكس 1 فين واكس 3 فين، بس تلتزم بالترتيب اللي هو عامله. حلك في المساله في فرضك من اول خالص، تفرض زي ما انت عايز مفيش مشكله، لكن لو هو مديك الرموز على الرسم لازم تلتزم بالرموز اللي هو حاططها. هو كان حاطط اكس 3، يبقى انا هفترض هنا في ازاحه جديده اسميها اكس 3. لما انا هبتدي النقطه دي هل بعدها كتله؟ لا، يبقى دي ازاحه نهائيه مباشره تبقى اكس 3، لان لو بعدها كتله كنت هقول لك الازاحه قبل الكتله تساوي بعدها. طيب هنعدي هنا دي اكس 3 النقطه دي تبع الدمبر، نعدي الدمبر هيبقى في ازاحه مختلف، يبقى النقطه دي عندها ازاحه مختلفه، اما النقطه دي هي نفس ازاحه اكس 3، النقطه دي ازاحتها هتبقى هفرضها باكس 2. هنعدي النقطه دي هنروح للفريم، الفريم مش ليه كتله، يبقى الازاحه قبل الكتله بتساوي الازاحه بعد الكتله زي ما انت شايف على الرسم، بتساوي ازاحه الكتله نفسها، والفريم يعتبر كتله هنا، وبالتالي هيبقى نفس ازاحه الفريم، يعني جه منتصف الفريم كده واعمل ازاحه اكس 2. ما تنساش كمان ان الفريم بيعمل احتكاك مع السطح. اعتقد الرسم واضح ما فيهوش اي مشكله. هنبتدي نحط المعادلات بتاعتنا زي ما احنا اتعلمنا، ادي الثلاث متغيرات وعندي هنا الثلاث ازاحات بتبقوا كابيتال عشان شغال في الاس دومين، وادي الثلاث معادلات كررتهم. ابتدي اسال معادله اكس 1 في اكس 1 هنا اروح اعمل ايه؟ يتحط قوس موجب. هسال بعد كده اكس 2 في معادله اكس 2 يبقى القوس موجب، دائما القطر بتحط اقواس موجب. اكس 3 في معادله اكس 3 احط القوس موجب، باقي الاقواس كلها بتبقى سلبه مع كل الازاحات الباقيه. هبتدي بعد كده اقول اكس 1 في معادله اكس 1، يبقى هنا هحط الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 1. نبص على الرسم، مين اللي بيتاثر عندي باكس 1؟ الكتله اللي هي 4 كيلو جرام، يبقى 4 اضربها في كام؟ في اس تربيع، يبقى اقول كده هنا دي الازاحه الخاصه او الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 1، يبقى 4 اس تربيع، واحط 1 في دايره. نبص على الرسم تاني، مين بيتاثر تاني باكس 1؟ السبرينج، يبقى احط 5. تمام، وايه تاني؟ في حاجه تاني على الرسم، في كومبوننت؟ مفيش كومبوننت صح؟ بس في حاجه مهمه، في فريكشن، قلنا الفريكشن بيتعامل معامله الدمبر، فالكتله دي مع الفريم عامله فريكشن فوق، يبقى ده دمبر، الكتله مع الفريكشن اللي تحت تعمل معامله دمبر، يبقى عندي اتنين فريكشن، الفريكشن اللي فوق مع الفريكشن اللي تحت، يبقى اجمع الاتنين مع بعض، يبقى قلنا ده احط عليه واحد اهو، والتاني احط عليه رقم واحد، يبقى لان الاتنين بيتاثروا او بيتاثروا في الكتله عندي اللي بتتحرك باكس واحد، فاللي بيتاثر باكس واحد الفريكشن اللي فوق واللي تحت، يبقى هنا احط 8 اس، ما ننساش السبرينج عندي اللي هو كام؟ 5، واحط 1 في دايره. مباشره ما اتحركش من المعادله دي، اسال هنا على القوه، هل في قوه عند الحته اللي انا اشتغلت عليها اللي هي اكس 1؟ في قوه اسمها اف زي ما انت شايفها كده، يبقى اجي هنا احط القوه اللي بتاثر عن اكس 1 اف. اروح لاكس 2 في معادله اكس 2، مين اللي بيأثر او بيتاثر باكس 2؟ بص على الرسم كده هنلقى عندنا الفريم، الفريم بيتاثر باكس 2 لان الازاحه قبله تساوي بعده، يبقى ده الكتله زي ما انت شايف كده حاططها بقيمه، يبقى 4، هقول هنا 4 اس تربيع لان الكتله بتضرب في اس تربيع، واحط رقم 2 معايا كمان الدمبر اللي هنا،
يبقى ادي 4 4 اس، وعندي ايه كمان؟ حطيت رقم 2 اهو، وعندي كمان الفريكشن اللي هنا الفريم مع السطح، يبقى عندي كمان 4 اس، لان بتعامل مع عمليه الدمبر. يبقى كده انا عندي 8 لغايه دلوقتي، اللي هو ده وده مجموعهم 8. عندي ايه كمان؟ بص كده هتلقى الفريكشن اللي هنا مازال الفريم برضو بيتاثر بالفريكشن، الفريم ممتد هيتاثر بالفريكشن مع الكتله، بيتاثر بالفريكشن مع الكتله، قيمته 4. يبقى انا عندي كده كام؟ 12. انا بجمع القيمه القديمه، وعندي كمان هنا فريكشن مع الفريم، شايف الفريم ده بيعمل فريكشن مع الكتله، يبقى عندي كمان 4. يبقى انا عندي 16 اس، اروح احط هنا 16 اس، وما انساش القيمه اللي انا باخدها مع اكس 2 بحط 2 على الرسم في دايره. نروح للقوه، هل في قوه بتاثر عندي عند اكس 2؟ لا، مش مفيش اي قوه مباشره بتاثر عند اكس 2. اكس 3 ايه مجموع الامبيدنس عند اكس 3؟ مين اللي بيتاثر باكس 3 على الرسم؟ مفيش غير الدمبر ده والسبرينج، مفيش حاجه تاني. يبقى الدمبر والسبرينج، يبقى هو ال 4 اس زائد 5. ونروح هنا هو ال 4 اس وحطيت 3 في دايره، وعندي كمان السبرينج 5 حطيت 3 في دايره. هل في قوه بتاثر عند اكس 3؟ لا، مفيش قوه بزيرو. وزي ما قلنا ان ناحيه اليمين بتتحط الاف اوف اس مره واحده، وباقي المعادلات بيتحط زيروز. نرجع تاني نبص على الرسم، مين المشترك بين اكس 2 واكس 1؟ اكس 2 واكس 1، ايه العناصر اللي مكتوب عليها 1 و2 في دوائر المشتركين مكررين؟ نبص هنا، هنلقى الفريكشن بين الكتله والفريم مشترك مرتين، والفريكشن اللي تحت بين الكتله والفريم برضو مشترك معايا، يبقى عندي كام كده؟ في حاجه ثانيه مشتركه؟ لا، يبقى عندي هنا 4 اس و4 اس، اروح هنا حاطط كام؟ 8 اس، وما انساش مباشره اعمل تكرار تحت هنا، لان قلنا في تماثل، ادي القطر بتعمل تماثل، القيمه اللي هنا هي هنا، يبقى هنا 8 مباشره. اكس 3 في معادله اكس 1، مين المشترك ما بينهم؟ نبص على الرسم، مين المشترك بين اكس 3 واكس 1؟ مين الكومبوننت الموجود عليها 1 في دايره و3 في دايره؟ مفيش غير مين؟ السبرينج عندك. يبقى السبرينج بس ده هو المشترك، قيمته كام؟ 5، لان يعني بيتحط 5 على طول. مباشره انا اروح ناقل القيمه تحت هنا اقصى مين؟ اقصى الشمال. نرجع تاني هنسال المشترك بين اكس 3 واكس 2، يبقى ده المشترك بين اكس 3 واكس 2، مين على الرسم الكومبوننت اللي عليها دايرتين 2 و3؟ هنلقى الدمبر بس، الدمبر قيمته 4، يبقى انا هحط هنا كام؟ الدمبر زي ما احنا شايفين، نحط هنا الدمبر 4 اس واجي هنا 4 اس. مباشره حصلت على المعادلات، اروح حاطط القيم اللي هنا على الشمال دي كلها في محدده ثلاثيه، تبقى هي الدلتا دي اللي هتبقى في المقام دايما، اي ترانسفير فانكشن هيطلبها تلقى الدلتا دي ثابته في المقام عندك. نروح بعد كده، انا خدت المعادلات اهي، هو عايز اكس 3 على الاف، يبقى انا عايز اكس 3 من المعادلات، اروح اعمل المحدده اللي انا قلت عليها اللي هي العناصر اللي مع الاكسات بالترتيب، حاططها في محدده ثلاثيه، اعمل نسخه في البسط منها، وعايز اكس 3 يبقى اشيل العمود الثالث واحطه بالقيم اللي بعد اللي يساوي، احطه هنا، وابتدي افك المحددات عندي، هتطلع القيم زي ما انت شايف، لازم الاف تبقى مضروبه، ولازم القيمه تطلع موجبه زي ما قلنا قبل كده، واخلصها عادي، اروح ساحب الاف في المقام، يبقى الجي اوف اس اللي هو عايزها تطلع بالشكل ده. طيب انا هعيد حل المساله بالطريقه الثانيه اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات اللي قبل كده، ان انا بتعامل مع الرموز وليست القيم. هنلقى هنا حاطط لي الكتله دي ام 1، الفريم حاطط له كتله ام 2، ده الرموز، معايا كمان السبرينج حاطط له كي، الدمبر اللي هنا اف في 3، معايا الدمبر اللي هنا اللي هو الفريكشن اف في 4، والفريكشن بين الفريم والكتله حاطط له اف في 1 واف في 2. انا هتعامل مع الرموز مش القيم. يبقى نفس النظام، هفرض الثلاث معادلات لان عندي ثلاث ازاحات زي ما اتعلمنا على الرسم، وابتدي احط القطر عندي كل الاقواس موجبه زي ما انتم شايفين، باقي الاقواس كلها بحطها سالب، وابتدي بعد كده اسال اكس 1 في معادله اكس 1، مين اللي بيتاثر باكس 1؟ بص على الرسم، خلي بالك بتعامل مع رموز، هتقول لي ام 1 وليست قيمه، مش بتعامل مع القيم، هتعامل مع رمزها. يبقى ام 1 اضربها في ايه؟ في اس تربيع، تبقى ام 1 اس تربيع، ومعايا كمان معايا سبرينج يبقى كي، ومعايا كمان هنا بين الكتله والفريم في فريكشن يبقى اف في 1 اس، ومعايا الفريكشن اللي هنا كمان يبقى اف في 2 اس. حاجه ثانيه على الرسم؟ لا، مفيش حاجه ثانيه. يبقى زي ما انت شايف كده الاثنين فريكشن هاخدهم في الحسبه، وبقيت المعادله بالشكل ده، الكتله والفريكشن الاول والثاني والسبرينج زي ما احنا قلنا. ايه القوه اللي بتاثر عند اكس 1؟ بص كده، في قوه بتاثر عند اكس 1، اف، يبقى اف كابيتال اوف اس. هروح لاكس 2، مين اللي بيتاثر او الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 2 على الرسم؟ بص كده هتلقى الفريم، يبقى ام 2 هتبقى ام 2 اس تربيع، معايا ايه ثاني؟ الدمبر اللي هنا يبقى اف في 3 اس، ومعايا كمان الفريكشن، الفريكشن ده يبقى اف في 4 اس، وكمان الفريم هيتاثر مع الفريكشن بالكتل، تمام؟ يبقى في فريكشن بين الفريم والكتل، يبقى اف في 1 اس،
و FV2S، وابتدي اجمع كل ده واحطه جوه القوس هنا زي ما انتم شايفين كده. يبقى معايا الدمبر FV3 FV4 FV1 الفريكشن و FV2 الفريكشن، كل ده مضروب في S. وما انساش معايا الكتله بتاعه الفريم M تربيع S M2S تربيع. واجي ناحيه اليمين هنا احط القوه، هل في قوه بتاثر عند X2؟ لا مفيش قوه، تبقى بزيرو. نروح لX3، مين اللي بيتاثر بX3؟ الدمبر ده اللي هو FV3 والسبرينج كي. يبقى FV3S زائد K، ما تنساش الدمبر بيتضرب في S. هل في قوة بتأثر عند X3؟ لا ما فيش قوة، يبقى حط زي. خلاص مهمة الرسم كده انتهت، أنا حصلت على القطر. أعمل إيه؟ أبتدي بعد كده هقول المشترك بين X2 وX1، أبص عليه، أبص على القطر، فين X1؟ أهي قوسها أهو، فين X2؟ القوسها أهو. إيه المكرر في القوسين دول؟ بص كده على الرسم هتلاقي ايه المكرر، مفيش غير FV1S و FV2S هتلاقيهم مكررين، مفيش اي حاجه تانيه مكرره. ابص في القوسين دول انا بجيب بين X1 و X2، يبقى ايه المكرر؟ FV1S زائد FV2S، احطه هنا واجي مباشره احطه هنا. نروح بعد كده ل X3، X3 في معادله X1، يبقى عايز هنا عايز المشترك بين X1 و X3، يبقى ابص فين؟ يبقى ادي الجزء الخاص ب X1 وادي الجزء الخاص ب X3، ابص في هنا وبص هنا، ايه المكرر بين الاثنين؟ مش هتلقى غير الكي، بص كده هتلقى رمز الكي بس الكابيتال المكرر. اوعى حد يقول لي FV3S مكررة، لا دي FV1 FV2 رموز مختلفة، يبقى المكرر عندي كي بس. اروح انا حاطط هنا كي واحط هنا تحت مباشرة كي. نرجع تاني، انا عايز معادلة X3 او الجزء بين X3 وX2، X3 وX2 هنا المكرر، يبقى ابص على مين؟ يبقى ابص على X2 وX3، فين X2؟ اللي هي القوس بتاعها اهو في المنتصف، انا بتكلم على القطر دايما. وX3 اهي، مين المكرر ما بينهم؟ تعال نبص كده، المكرر بص على الرسم كده هتلقى مفيش غير FV3 دي المكرره، FV3 مضروبه في S هنا و FV3 مضروبه في S، دي هي المكرره، مفيش حاجه تانيه مكرره. يبقى اجي احطها هنا جوه زي ما انت واخد بالك من الانيميشن اهو، يبقى اجي احطها هنا وهنا، تمام كده؟ يبقى انا كده حصلت على المعادلات، ابتدي اعوض عن الحاجات دي الرموز بالقيم من على الرسم او من القيم من السؤال عندي. بحصل على المعادلات، استخدم طريقه كرامر زي ما انا شرحت في المثال، واحصل على الترانسفير فانكشن اللي هو عايز. ناخد مثال تاني، المثال ده انا مش هحصل على الترانسفير فانكشن، انا مباشره عايز ايه؟ عايز فقط المعادلات، لان انا هستخدم المثال ده في الانالوجي بعد كده في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. نبص كده، عندي كتله واحده وعندي اتنين دمبر وسبرينج، هو فرض اف هنا اقصى الشمال اتجاه ناحيه اليمين، وفرض X2 عند بين الدمبر والسبرينج، هل في ازاحه واحده في الرسم فعلا؟ تعال نعمل تشيك على شغله. هنفترض عندنا هنا نقطه تاثير القوه عندها ازاحه X1، لما انا اعدي السبرينج، لما اعدي السبرينج يبقى هيبقى عندي ازاحه ثانيه، ان الازاحه قبل سبرينج لا تساوي بعده، طبعا هنا الازاحه النهائيه X1، هيبتدي هنا عندي ازاحه بعد سبرينج اسمها X2، لان هو فارض X2 في النقطه دي، فما ينفعش تخليها X3، لازم تلتزم بالفرض بتاعه، وبالتالي هتبقى الازاحه النهائيه هنا X2، لان مفيش كتله بعده. هنيجي نعدي الدمبر، لما تعدي الدمبر هنا هيبقى الازاحه قبله غير بعده، هيبقى عندي ازاحه جديده اسمها X3. طيب قبل ما انا افرض الازاحه النهائيه بتاعتي، هل في كتله؟ اه في كتله، يبقى الازاحه بعد الكتله كمان بتساوي قبلها، بتساوي ازاحه الكتله في المنتصف، يبقى X3. نرجع تاني هنعدي الدمبر، يبقى الدمبر الازاحه بعده بزيرو. ليه بزيرو؟ لان ده حائل، لو الحائل تبقى الازاحه هنا بزيرو، لو ما كانش في حائل تبقى X4. ولو لاحظنا على الرسم نقطه تاثير القوه عندها ازاحه، الكتله الازاحه قبلها بتساوي بعدها، الازاحه قبل السبرنج لا تساوي بعده، الازاحه قبل الدمبر لا تساوي بعده، وهكذا. وزي ما احنا شايفين لازم اتجاه الازاحه دايما يبقى في اتجاه القوه. نبتدي نعمل معادلاتنا عندنا، ادي الثلاث متغيرات، وهبتدي احط القوس دايما احط القطر دايما بالاقواس موجبه زي ما انت شايف كده، وباقي الاقواس دايما هتبقى مضروبه في سالب. هنبتدي عندنا نسال على X1 في معادله X1، يبقى الامبيدنس الخاصه بX1، بص على الرسم كده، مين اللي بيتاثر بX1 بس؟ مين اللي بيتاثر بX1؟ مفيش غير السبرنج، يبقى 2، يبقى احط هنا 2 واحط 1 في دايره. نروح بعد كده ما ننساش في نفس المعادله هنسال على القوه، هل في قوه بتاثر عند X1؟ اه اللي هي مين؟ F، تبقى F كابيتال اوف S. هروح بعد كده X2، مين اللي بيتاثر بX2 على الرسم؟ الدمبر والسبرينج الاثنين دول بس، هيبقى 5S والقيمه اللي هنا تبقى 2، يبقى 5S هاجي هنا اعوض اكتب 5S زائد 2، هل في قوه عند X2؟ لا مفيش قوه، يبقى بزيرو. نروح بعد كده عند X3، ايه اللي بيتاثر بX3؟ اه الكتله، يبقى 10S تربيع، عندي كمان الدمبر ده يبقى 2S، والدمبر اللي هنا ده اللي هو 5 يبقى 5S، تمام؟
انا جمعت يبقى 10 قسط تربيع، وما تنساش تحط 3 في دايره، وعندي كمان 2 و 2 و 5 انا هجمعهم واحط هنا 7 قسط، جمعتهم على بعض. تمام، هل في قوه عند اكس 3؟ بص على الرسم، في قوه عند اكس 3 لما فيش قوه، يبقى القوه بزيرو. نروح بعد كده نسال المشترك بين اكس 2 واكس 1، مين الموجود على الرسم عندي مكتوب عليه 1 و 2؟ السبرينج عليه 1 و 2 زي ما انتم شايفين كده. يبقى اجي هنا السبرينج ده هيبقى قيمته عندي 2، يبقى مباشره اجي هنا احط هنا 2. اكس 3 واكس 1، مين المشترك بين اكس 3 واكس 1؟ بص على الرسم، هل في حاجه مشتركه بين اكس 3 واكس 1؟ هل في كومبوننت مرسوم عليه دايرتين 1 و 3؟ لا، يبقى طول ما لا يبقى انا هحط 0، ما انساش هنا احط 0 مباشره. نيجي بعد كده المشترك بين اكس 3 واكس 2، يبقى اكس 3 واكس 2 بص على الرسم، ده الدمبر المشترك بين اكس 2 واكس 3، لان الدايره 3 و2 موجودين على الدمبر بس. يبقى هنا اكتب ايه؟ قيمه الدمبر 5 في اس، واجي هنا اقول 5 اس مباشره، انا حصلت على المعادلات، وهتقدر تحصل على اي ترانسفير فانكشن هو عايز. تعال نروح نحل بالطريقه الثانيه، نفس الرسمه بعد فرضك للازاحات، مفيش اختلاف. هبتدي اشيل القيم واحط رموز. اول حاجه ما عنديش غير كتله واحده، يبقى اسميها ايه؟ عندي سبرينج واحد اسميه كي، بس عندي 2 دمبر، يبقى اف في 1 والدمبر الثاني اف في 2، وابتدي احط المعادلات بتاعتي لان عندي 3 ازاحات من على الرسم، وابتدي احط الاقواس الموجبه مع القطر زي ما احنا اتعلمنا، وباقي الاقواس دايما بتبقى سلب، وابتدي اسال اكس 1 في معادله اكس 1 ايه اللي بيتاثر باكس 1 بس على الرسم؟ السبرنج بس، يبقى احط هنا كي، كي وليست قيمه، بتعامل مع الرموز. هل في قوه بتاثر عند اكس 1؟ اللي هي ايه؟ اف. نيجي لاكس 2، اكس 2 اللي هو القوس اللي هنا ده، مين اللي بتاثر باكس 2؟ الدمبر ده اللي هو اف في 1 اضربه في اس، ومعايا كمان السبرنج اللي هو كي، لان اكس 2 بتاثر عند الاثنين دول، يبقى هنا اف في 1 اس زائد كي. في قوه عند اكس 2؟ لا مفيش قوه، يبقى القوه عندي بكام؟ بزيرو. نروح بعد كده عندنا لاكس 3، مين اللي بيتاثر باكس 3؟ الماس، يبقى ام اس تربيع، تمام؟ ومعايا كمان الدمبر ده والدمبر ده، يبقى اقول اف في 2 اس واف في 1 اس. زي ما انتم شايفين كده، هل في قوه عند اكس 3؟ لا مفيش، يبقى احط 0. مهمه الرسم هنا انتهت، اعمل ايه؟ ابص على القطر دايما، عيني على القطر. انا عايز المشترك بين اكس 2 واكس 1، لان انا بسال على اكس 2 في معادله اكس 1، يبقى المشترك بين اكس 2 واكس 1، ابص على القوس اللي قدام اكس 1 والقوس اللي على قدام اكس 2، مين المشترك اللي بين الاثنين؟ اعتقد مفيش غير كي، صح؟ يبقى اجي هنا احط كي، بص كده المشترك اهو، عملت انيميشن، يبقى كي كي. بعد كده نروح ل اكس 3 في معادله اكس 1، المشترك بين اكس 1 واكس 3، يبقى ابص على مين؟ ابص على القوس اللي قدام اكس 1 وابص على القوس اللي قدام اكس 3، مين المشترك بين الاثنين؟ دقق كده، مفيش حاجه مشتركه، صح؟ مفيش اي حاجه مشتركه بين الاثنين، بين القوس اللي هنا ده والقوس ده، لان اكس 1 واكس 3، يبقى احط هنا كام؟ 0، لان مفيش حاجه مشتركه. عايز المشترك بين اكس 3 واكس 2، تمام؟ ابص على مين؟ يبقى ابص على اكس 2 القطر دايما، دايما عيني على القطر، اكس 2 واكس 3، مين المشترك بين اكس 2 واكس 3؟ دقق كده، تلاقي اف في 1 اف في 1 مضروبه في اس، في حاجه ثانيه؟ لا، يبقى هنا احط ايه؟ ده عملت لك انيميشن اهو، احط اف في 1 اس اف في 1 اس، مفيش اي اشتراك ثاني. حصلت على المعادلات، ابتدي اعوض عن القيم بتاعتك، واحصل على المعادلات الجديده، شوف المطلوب منك وينفذه. هضيف لقواعد حل اي نظام ميكانيكي الخط اللي قلتهم في بدايه الفيديو الثلاث قواعد دي اللي انا استخلصتهم من الامثله اللي شرحناها في الفيديو ده. اول قاعده اضافيه، الفريكشن دائما يعامل معامله الدمبر، يعني لو في فريكشن احتكاك دائما اتعامل معاه كانه دمبر، يعني قيمته دائما تضرب في اس. القاعده اللي بعد كده اللي هي رقم 7 في الترتيب، بيقول لي لما يكون عندي فريكشن بين السطح وكتله، يعني عندي فريكشن في كتله بتتحرك على سطح، بالتالي في فريكشن ما بينها. ما لم يقول لك غير كده، لو قال لك ما فيش فريكشن او فريكشن ليس يبقى خلاص، لكن لو قال لك في فريكشن كتله بتتحرك على سطح، يبقى عندي عندي الكتله بتتحرك بساحه معينه اسمها اكس 1، وبالتالي الفريكشن ده لا يتم وضعه في المعادلات الا مع الازاحه اكس 1 فقط، لان ده الفريكشن الخاص بالكتله مع السطح، فمش بيأثر على اي ازاحه ثانيه، هو بيأثر في الازاحه اللي بتتحرك بها الكتله اللي بتعمل احتكاك مع السطح. يبقى القاعده تاني، لما يكون عندي فريكشن بين السطح وكتله بتتحرك عليه بازاحه اكس 1، فان هذا الفريكشن لا يتم وضعه الا مع الازاحه اكس 1 فقط، وما يتحطش مع اي ازاحه ثانيه، ده لو كانت كتله وسطح وبينهم فريكشن. طب لو عندي كتلتين وبينهم فريكشن، لو عندي فريكشن بين كتلتين، كتلتين خلي بالك، والكتلتين بيتحركوا، يعني عندي احد الكتلتين بتتحرك بازاحه اكس 1 والثانيه بتتحرك بازاحه ثانيه اسمها اكس 2، وبالتالي الفريكشن ده في المعادله هحطه فين؟ احطه مع اكس 1 مره، واحطه مع اكس 2 مره، واحطه في المشترك بين اكس 1 واكس 2 مره. يبقى ثاني،
لما يبقى عندي كتلتين وبينهم فريكشن، الكتلتين دول بيتحركوا، احدهما بتتحرك بإزاحة اكس واحد والتانية بتتحرك بإزاحة اكس اتنين. خلي بالك الرموز دي ممكن تبقى مختلفة، بمعنى ممكن تبقى واحدة بتتحرك بإكس واحد والتانية بتتحرك بإكس تلاتة، مش شرط. يبقى ان الفريكشن يتم وضعه مع الازاحه الاولى اللي اسمها اكس 1، يتم وضعه مع الازاحه الثانيه اللي اسمها اكس 3 على الرسم، ويتم وضعه بين المشترك بين اكس 1 واكس 3. القاعده دي مهمه في حل اي مثال تم استخلاصها من الامثله. وفيديو النهارده كده انتهى، واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتوا منها حتى لو حاجه قليله، وشكرا جزيلا.